Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. بس كلنا لبس واحد، احنا ما نمثل فريق، احنا نمثل منتخب. اذا انا بلعب كتيم بكون في السيف وبحقق بطولة. في السباق ما فيها اخوان، كلنا اقوياء، كل واحد جاي حاط في باله اقوى. اكثر شيء الفوز، فرحة الفوز. كل واحد بيفوز ما بيفوز بالسهل. واثقين في خيلنا في ادائهم، وان شاء الله بنأدي اداء مشرف يرضي الجميع. كل اللي يفصل بيننا وبين كل اللي احنا سويناه لهالشهور فهو العد التنازلي والانطلاق. من؟ وين؟ متى؟ شلون وليش؟ وأحياناً لو مفردات نكررها وايد عشان نعرف تفاصيل الأشياء. معطيات هم بيشتتون الانتباه عنهم، يبي يشيلون الضغط من عليهم، فقاعد يوجهون كل الأنظار على خيل البحرين. أحداث كل من يبي يثبت نفسه وكل من يطمح أنه يكون أحسن من الثاني حتى لو ما كانت عنده الجدارة. فنتائج أنا لو كان عندي مدربين آخرين مجهزين حصان قوي أبرك الساعات. حقيقتها يعني هما ما في امل هاي بيستمونتي، لان احنا منتخب واحد. صعبه المنال كنت وايد فرحان وايد. الاستمراريه في القمه هذه اصعب شيء. فالنفس البشريه معقده اكثر من ما ممكن يتخيل البال. ما اعتقد في واحد ما يحلم في ذي الحصان، بس لازم هيك تكون صح. الخوف احيانا يدمرنا. ما اقدر اقول بس اظن في مفاجاه، ما اقدر اقول شنو. لعبه جرأة، والصراحه ممكن تكون منقذه في كثير من الاحيان. انا قبل كنت انقهر. والجرأة ترى لها عده اشكال. الشيخ ناصر يوم موجود على الارض تكتيك احسن، اخطر بوايد. وبغض النظر عن ليش قاعد اقول هالكلام واذا فهمته والمغزى منه او لا، مو مهم، لان في سباقات القدره كل يعيش في عالم الخاص، ويمكن بطولة العالم تغير أو تأكد هالكلام.
وأنا في إيطاليا وصلتني رسائل ومكالمات والكل يسأل هدى إيش صار؟ يوم صارت كل الاستبعادات أنا وايد كنت محبطة لدرجة إن ما قدرت أتكلم معك، بس ما عرفت أنت شلون كنت أمس. أمس كنت وايد فرحان. شلون نقرأ الخيل صح؟ الملفت في سباقات القدرة أن قراءة كل شخص تختلف، وأنا أحسد المدربين لأنهم فقط اللي قراءتهم ما تكون نظرية بحت. تمام؟ مو غريبة عليها باكر تفاجئ الكل. كودش صاد التدريب زين وصاد الشغل ركض الحصان. طاير خيل جديدة. جيمس بوند وصل لها شهرين تقريبا، تغيرت من مدرب لمدرب. ديكستر أدت خيول أبطال، وإذا ما أدت ما تلاه. بي بيرسك ليش ما كان جاهز؟ حصان توا راكب في وينزر ثلاث مراحل. أسد هالسبب أنت قاعد تشوفين الناس قاعد تتكلم عن أسد 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 أسد. سبع خيول وراح يقع الاختيار على خمسة، وكان خاطري تحسون بشعور يومها والكل كان يقول تكلمنا عن النشرة، كل اللي قاعدين يقولون هني إن نشرة البحرين أقوى. الإماراتيين هم يعني متفاجئين من سباق ونزر من أسد، فهم قاموا يشوفون الخيل كلها نفس أسد. يعني أنا أكون وياك صريح، يمكن أقوى نشرة بتكون هالسنة، لأن الخيل شاركت قدام عيننا وايد أقوى. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني أشوف فرق بين قبل والحين، هالمرة وايد أقوى. عم البحرين ماية اللي هني تبي تفوز، الإمارات ما وصلت هني إلا تبي تفوز، إسبانيا ما وصلت هني إلا تبي تفوز. ما أقول لك قوية، أقول لك لو أقوى. ما عليه، كل واحد جاي حاط في باله أقوى. أنا ما قلت إن السباق انتهى إذا هم مش موجودين، أنا قلت هم من المين، من العواميد الرئيسية. بإذن الله القرار اللي أنا أخذته اليوم أقدر أنام مرتاح. تكلمنا عن النشرة، كل اللي قاعدين يقولون هني إن نشرة البحرين أقوى. والله الأسماء اللي عند البحرين أقوى، هاي الكلام صح ولا؟ يفرحني لأن قبل كنت أنقهر يوم كانوا يسألون فرسان ما يبون طاري البحرين، يقولون فرنسا، يقولون إيطاليا، يقولون الإمارات، يقولون ولينا ذكر، وكان هذا يكون حلم لي إن متى يوم الأيام تخافون منه. أنت تشوفين اليوم كلام الناس جميع، سواء كانوا من أهل الإمارات ولا من أهل أوروبا، كيف انهم ينظروننا، كيف ينظرون نحن نتعامل ويا مجريات السباق، كيف لعبتنا واسلوب عملنا، طريقه قانون عملنا في اللعب. الحقيقه ما اقدر اقولها عن نفسي ولا اقدر اقولها عن مملكه البحرين، لكن الناس تحترم مملكه البحرين، تحترم هذا المنتخب وتحترم الخيل. يعني اللي انتم شفتوهم وتابعتوهم معاي في سباقات ماضيه اسد ولا تمام ولا كويدش، ثلاثتهم ابطال. هاي الخيل ثلاثتهم ركضوا في ونزر في نفس السباق، ما يقل المستوى تمام عن وكدش عن أسد. الكل كان يقول لو عندنا أسد، لو كان عندنا أسد. تقى بيخلص السباق وليحن الناس تقول لو كان عندنا أسد. حصان غني عن التعريف، ما أعتقد في واحد ما يحلم في ذي الحصان. يمكن بنحاز أكثر حق تمام. بوجود أسد ولا بعدمه، الشيخ محمد مو هو فقط اللي اختار تمام، بس وقت اللي بتتأكد قائمة الخيل والفرسان ما شفنا أسد بين المجموعة اللي دخلت فحص السباق. عدم اختيار أسد كان يقابله عدم اختيار ربدان الام 7. وبعدين كنت رومي تقولين هذيل المين الثنينة، يعني عدم وجودهم مو معناته ان السباق انتهى اكيد. لا 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 لا، مو انت مرشحين بعد عيل من؟ لا انا ما قلت ان السباق انتهى اذا هم مش موجودين، انا قلت هم من المين، من العواميد الرئيسيه. بس الخيول الثانيه بعد وايد قوي. في كم الخيل عندكم؟ ان شاء الله اذا الله راد بيقدم اذا الله راد، بس لازم تكتكون صح. وقد يكون جزء من التكتيك الصح هو عدم دخول اسد. تتوقع عقب السباق بيقولون لو كان عندنا من؟ بإذن الله القرار اللي أنا أخذته اليوم أقدر أنام مرتاح. خروج أسد من منتخب البحرين أعتقد لصالح هذه الرياضة ولصالح هذه السمعة. أسد يقدر يفوز بطولة العالم في أي وقت في أي لحظة. جعفر متضايق لأن أسد طلع؟ أكيد متضايق والله،
هو ما قصر معنا احسك يعني وايد متاثر والله هو اكثر واحد متاثر اكثر مني واكثر من الشيخ ناصر. فانت قلت ان اسد ما بشارك في ذي السباق لانك قاعد تفكر في بعيد ولا لان اللي موجودين لا يعوضون عن اسد؟ احنا مو واقفين على ريل وحده، اللي موجودين يعوضون عن اسد. مهمه صعبه بس مو بصعب ان احنا ما نقدر ان نجاريهم ونفوز، لا بس صعبه. لكن حاط لهم انا سيناريوهات مختلفه مثل ما سوى السبوسي في شانتي وفي نيو ماركت يطرش حصان بروحه. بتجي يسوي نفس اللي سواه في شانتي؟ هالمره ما بيروح بروحه، نطرش ويا واحد ونخلي الضبط متواجد من البدايه. شوف اذا شفته اقول له هدى تقول لك نصيحه لا تسوي اللي سويته في شانتي. اشوفه خطه ماشي عليها في كذا سباق فشيء ما بيصير يعني. هو حتى اذا راحوا كلهم مع بعض فانا بسال الفريق كم مشاكل وبنخيم، لان عوامل الجو بعد صعبه شوي ما تتحملها الخيل، نقاط التبريد قليله جدا. اذا هو رايح على سرعه خياليه نفس سرعه 30 في كل المراحل لا ما بيوصل، ما في حصان بيوصل على هالسرعه. ما اتوقع بتكون شيء، يمكن لانها ترومي تقولين ثلاثه مدربين بايد واحده، فلازم احنا نستخدم العقل اكثر ما احنا نستخدم العضل في هذا السباق. احنا عندنا الخبره هني، احنا عندنا الخيل، الخبرة عند الإمارات. هذه المعادلة المختلفة هالمرة، فرساننا ولا قصوا فيهم، فرسان من خيرة فرسان من كتل البحرين، يعني أشوف فيهم مستقبل جدا ممتاز، إن أهما بيكونوا من أفضل الفرسان اللي أنا أعتمد عليهم إن شاء الله في المستقبل، ونبي حتى نأهل فرسان صغار بعدهم وعشان نوصل بهالمستوى. يعني ما أدري تتفقون معاي في ذي الشيء ولا لا، يعني إحنا في سباقاتنا في البحرين دائما في اسماء معينه نعرفها من الفرسان يعني على سبيل المثال اللي هالموسم عثمان فهد زين. الفرسان الشباب الصغار لحظه دقيقه ما نشوفهم على اي اساس قلتي مثلا هالموسم عثمان فهد؟ انا اقول لك اللي اتذكرهم عادل اللي لا انت قلتي حلو هالموسم هالموسم فهد شنو سوى؟ خليني اكمل لك. إيه لو انت تقولي لا انا قاعد اقول لك لو انت قلتي إيه. يلا قولي يلا قولي زين. اللي ابي اوصله ان الفرسان الصغار ما قاعدين نشوفهم وايد. لا شفناهم يمكن المجموعه اللي وايد اتذكرها اللي كانت عند شيخه نوره هاي افضل فرسان وهذين اللي هم موجودين. نعم اليوم. نعم لا انت شفتي يعني اليوم افضل فرسان اكو عندك وفي فرسان غير بعد افضليه بعد يركبون زين بس للاسف انهم مو اليت مساكين. بس لكن في فرسان كانوا كل السباقات موجودين منافسين لكن ما حالفهم الحظ ما توفقوا لخط النهايه او سواء في النهايه حصانهم ما طاف الفاس ما تعدى الفاس بس كاداء تشوفينهم موجودين في ارض الواقع. غلطتنا ان احنا ما اخذنا وقتنا ان احنا ندرب ونعود فرساننا الجونيورز انهم يحتكون في السباقات الكبيره حكم الضغط وقل المشاركات عندنا وقل مصادر الخيل، ولكن هذه ان شاء الله بنتعداها عشان ما نوصل بنفس المرحله هذه. والمعسكر اللي كان قبل هاي البطوله توقع الشيخ ناصر ما قصر ودونا معسكر شهر وشهر وشيء حق هالسالفه حق انه نعرف ان الخيل اللي بنركبها شنو شو تسوي في الريس. تدربوا صبح وعصر كل يوم كانوا يشتغلون شغل جامد عشان يكسبون لياقه، وانا شفت الفرسان اشكالهم حتى مختلفه ضعفوا في الوزن وصارت لياقتهم زينه وشفتهم في التمرين ما شاء الله عليهم اقدر اعتمد عليهم اقدر اتكل عليهم. فبكره كل اللي يفصل بيننا وبين كل اللي احنا سويناه لهالشهور هو العد التنازلي والانطلاق. احس ما ادري في هاي النوع من البطولات التضحيات جدا صعبه اذا مو مستحيله صحيح. مو مفروض نخسر ولا واحد صحيح لان اصلا العدد قليل فما يقدرون يعني يجلسون كل منتخب عنده خمسه رؤوس. احنا ان شاء الله يضل عرب الباكر نكون كلنا خمستنا ويا بعض بسرعه يعني ما تقدر تضحي. التضحيات صعبه لكن تعرفين هذا مو بسباق عادي هذه بطوله عالم. يا اروح بكل قوتي يا اكون جريء ولا لا اتواجد مع العالم هنا ولا اطمح اني اكون بطل عالم. فحتى فريقنا بينهم ما بين بعض كل واحد منهم بيصير بطل عالم هذه الروح اللي انا ادمها. فبكره جرأة بتأدي إلى الفوز يعني لازم حنا نجرأ بكرة ونشوف نقرأ المعايير السباق. إذا شفنا قل البيس بنزيد البيس، إذا شفنا البيس زيادة عن اللزوم بنجرأ أن إحنا نخليهم يروحون. فالسالفة سالفة جرأة بكرة لعبة جرأة.
خاطري أسألك عن تمام. يعني تمام بالنسبة لنا أسطورة، بس متى بتجيب لنا البطولة؟ صح، ممكن بكرة. تمام مفروض تفوز. والله إن شاء الله، الله يسمع منك إن شاء الله. يعني فارس غنية عن التعريف، ركابها سمو الشيخ ناصر ونزر، شفنا أدائها، وركبها الشيخ محمد مبارك. إيش قلت حق راشد؟ والله ما قلت له شيء، قال لي بس شد حزامك وروح ويا الخير. إذا ما كانت نرفس اليوم تمام قد تكون بطلة عالم. قد. أنت حاب من الخمسة أكثر؟ تمام. تمام أنا بعد أرشح تمام. لأن فرس وسايرتها في وينزر وعرفت أنها بطلة. صحيح، عندك جيمس بون. احنا اهل الخير نرشح جيمس. اي لان اسمه حلو، الكل مرشحه والكل يحبه. وانت لا جيمس بون. لا جيمس بون بيروح يخلص. صح، انا حولت على بيلعب على التيم. زين. اي ما بيكون حق اندفجوال. عندك الطاير. الطاير يعني اخر فوز واستبعاد قاله وكان ظالم. ايوه. شلون الحصان ادى شكل؟ يعني ما شاء الله أداء وايد حلو، بس سؤاله ما كتب في الفحص الأخيري صدى شد. عندك ديكستر. ما بيركب. إنزين. عندك الحصان الثاني كدي. يعني هذه خيل جديدة وصل لها شهرين تقريبا، تغيرت من مدرب لمدرب. لا تلومين، إذا أدت خيول أبطال، وإذا ما أدت ما تلوم. لك ودش بيقدرون عليه باكر؟ انا اقول لك اليوم الحصان 100% تغير. ايش قالت لك الشيخه ليلى؟ سالتني سؤال، قالت لي خالد جاهز؟ قلت لها انا جاهز. قالت لي الحصان ترى حصان مينون، قبضه لانه يدعم الخيل. اي نعم، صاد التدريب زين وصاد الشغل وركد الحصان. وبيبرسك، شو اللي خلاك تقرر انه يدخل؟ بيبرسك بطل. إذا الله إن شاء الله سهل عليه بكرة الأمور وسلم من كل شيء، بتشوفون بيبرسك حصان ثاني مو باللي شفتوه في شانتي. شانتي ترى تدرب 9 أيام فقط. أنا وجهة نظري أقولنا الحصان الترافلنج اللي صاده من وينزر لدبي، شغل في دبي في الجو الحار، يعني هذا كله مدرب، يعني أدرب هاي اللي صار، هاي السبب اللي صار في شانتي. الحصان طبعا إذا يسافر على من دولة لدولة ويتم في الكارنتين 10 أيام، من بعد 10 أيام رد اشتغل فترة بسيطة ورد سافر مرة ثانية لدولة ثانية، عشان كذا أتوقع هذا اللي أثر عليه. أنت قلت ما كان جاهز. ليش ما كان جاهز؟ حصان توا ركب في وينزر 3 مراحل. إيه. وين ما كان جاهز؟ كان جاهز الحصان. شوف هو من يضحك لي ضحكته، أنا عارف يبي يقول شيء بس ما يبي يقوله قدامنا. قول اللي في خاطرك قوله. ترى هدى فنانة في القص، اللي مو بزين بتقصة. هاي بنحط آخر حلقة. إنزين جاوب صج. أنا أشوفه ما كان جاهز. إيه أنت تشوف إنه هو ما كان جاهز. يعني لك غيرك يعني يشوف إنه هو ما كان غلط الحصان، يعني مو بإنه هو ما كان جاهز ولا لا. لا يعني يوميا يمكن 65-60%. في وين؟ في شانتي. حصان متفحم في دبي، حصان قاطع مسافة تقريبا 100 كيلو في وينزر، لازم اوصله 160 عشان اركضه 120. انا قلت لها العذر، قلت لها يمكن الترافلنج اثر عليه. اي بس انه ما كان جاهز. لا ما كان جاهز الحصان امانة. الحصان كان مريح شهر، والحصان تفاجأنا ان الحصان لازم اهله، فاجئونا بالقوانين اللي خلوها الاف اي اي حق بطولة العالم. قصد كنا نودي تأهيل، بس الجناحي أصر أن نحركه قدام مع المقدمة، فقلت له يعني فما كانت غلطتي هو، ما كانت غلطة الحصان. لا غلطة قرارنا إحنا، كنا مستهترين نوعا ما. أنا الحصان بطل وخلنا نشوف شو يقدر يسوي. كان همنا أسد صراحة أنه يتأهل، فقلنا ببرسك بناخذ الرسك. ولكن الحصان بطل، عقب ما قاوم تعب وخلص السباق رجع تمرن ويانا، عطانا المؤشرات الطيبة. وبكرة له لعبة خاصة الحصان هو بروحه. بقول لك شيء، ما أعرف إذا تتفق معاي ولا لا، بس أحس إن نقطة إيجابية في صالحنا إن كلهم تحت سمو الشيخ ناصر اللي هي فيكتوريوس. بالضبط. إي إن 5 روس يعني من مدرب واحد، فيعرف بالضبط. تفرق وايد. لا. إي وبيمشي على يعني خطة كل أمال الإمارات، يعني MRM M7 F3. إيه.
واتوقع انهم يعني مو بكلهم بيكونون تيم. احنا فريق وان شاء الله انه يكون فريق وبتشوفين باكر ان شاء الله. ما في امل يعني، كل واحد يبي يثبت وجوده، كل من يبي يثبت حلو نفسه. اذا احنا وكل من يطمح انه يكون احسن من الثاني حتى لو ما كانت عنده الجداره. واحنا بنقول ان شاء الله انه قلب واحد في نهايه اليوم. ترى ينذكر الاسطاب اللي فايز يعني مثل الحين بطولة أوروبا كلش يمين يسار ما في استوون تيم واحد. إيه يعني الحين بطولة أوروبا آخر مرة للحين يقولون أفتري اللي فايزين. بس أنا أقول لك في هالسباق مو على كيفهم، مو على كيف أي مدرب يأخذون شورهم من الشيخ حمدان ويأخذون شورهم من الشيخ محمد، فما أعتقد هالأمور بتصير. لا يعني مثلا أفتري أمارة مم سابنهم كلهم يعني توب ثري ذلي في الإمارات، فالأفضلية بتكون لنا في هاي الناحية. نعم مو بشرط مدرب واحد، انا لو كان عندي مدربين اخرين مجهزين حصان قوي ابرك الساعات. انا جيت مركز ثالث على تريدر من تدريب الرعود، انا حقاني في لجات المساله مصلحه وطن، ما اشوف مصلحه الفريق ولا المدرب نفسه. شفت اليوم مصلحه الوطن ان فيكتوريوس هو الوحيد اللي لازم يمثل مملكه البحرين، فكان هذا القرار. الفرق ان المفروض الراس او القائد هو يكون عند التخطيط بشكل كامل. لو تشتتت الاسطبلات او المدربين يكون على الاقل في خطه واحده، لان اليوم بنلبس كلنا لبس واحد، احنا ما نمثل فريق احنا نمثل منتخب، فما فيها افضليات. بس ان هذا من صالحنا على الاقل ان كلهم من اسطبل واحد هالمره. عامل مع العوامل اللي بتواجهنا وقدر الله ما شاء فعل. عشان نعرف شلون نتابع السباق بكره، احنا دائما نتكلم عن شلون بيكون البلان مالنا وش بنسوي لنسوي الفريق الاماراتي كذي، بس ما قط قلنا شنو بنسوي لو الفرنسيين سووا كذي، لو الاسبان سووا كذي. صح، ترى احنا ليش قاعدين يعني نقلص السباق للامارات؟ لا الفرنسيين مو خطيرين، اسبانيا قويه جدا، خيلهم ممتاز، في عندهم كذا راس الحقيقه بيشكلون خطوره كبيره. في الاثنين اللي كانوا مشاركين قبل في بطولات بعد حلان. في غيرهم خيل زينة، في غيرهم خيل زينة، في خيل عند أليكس وفي خيل عند ميغال وجوما، كلهم ناس قد حالهم عندهم خبرة كبيرة، كلهم فايزين بطولة العالم، عارفين المستوى اللي يتكلمون عنه ونافسونا وغلبونا في بعض السباقات، فمعناته ما أستبعدهم. حتى إيطاليا ما أعرف شنو من الخيل عندهم، بس عندهم الأدفانتج إن هاي أرضهم، هم بيكونون معانا. مستحيل هم بيرن البيس، الاسبان والفرنسيين واخوان البحرينيين بيكونون ضربه، ولكن الاحتمال الأسوأ اذا طلع كاس العالم من عندنا ولا من عند الامارات. سموك انت بكره يعني متفرغ لهم، كل من كان قاعد يقول لي انه الشيخ ناصر يوم موجود على الارض خطر، تكتك حق السباق اكثر، بس لانه هو في الارض لا اخطر في أي لحظة. إيه في أي لحظة بيغير مجريات السباق. وأنا أقول لهم من حضوره ترى حفزان وفي شيء زين عنده. أخطر لأنه مشغول، أنا بكون في السباق لو أركب خيل، فالحين على الأرض أعرف كل التفاصيل، بطلع وياهم بين مراحل بقرة السباق، بشوف الخيل، بعرف صحتها، بحاول أغير وأشيل وأحط من الخطة. في نهاية الأمر اللي يصير من نتيجة بكرة لازم أقول لكم إياها من الآن، عشان لا تأخذون بكرة أن أنا قد أكون متواضع أو قد أكون أنا أتعذر. بكرة اللي بعطيه 100%، إذا كان قصور أو إذا كان أداء اللي إحنا نطمح له، ترى هذا 100% من أداء. يوم السباق، ظلام الفجر، صوت الخيل، ونفسية عالية، وعد تنازلي يبدأ الآن. كان ودي نشوف الخيل لحظة بلحظة، لكن شالوا كاميراتنا من على الفرسان. لا مبروك صراحة، مبروك الكاميرا هذي. ما علينا، كل الهم الحين إن نشوف خيلنا. 40 كيلومتر بنشوف فيها الخيل في 3 نقاط. في أقل من 18 دقيقة اقطعوا 8 كيلومترات، يعني سرعة ما تقل عن 29. ولا نقدر نقول إن هالشيء يشبه أي شيء ثاني شفناه. العادة من المرحلة الثالثة تبدأ المنافسة الحقيقية والحماس، بس من أول كيلومترات المنافسة صارت عبارة عن سرعة واضحة حق كل من قاعد يشوف إيش قاعد يصير في المسار.
والله مسرعين صح؟ اي نعم 27 يعني. 28 صراحة. اوكي في النقطة الثانية بيكونون قطعوا أكثر من نصف مسافة المرحلة، وأنا مع العالم أنتظر وصول الفرسان، وعلى هالسرعة اللي شفتها من البداية بس كنت أبي أعرف هل لو قفوا على نقاط تبريد داخل الغابة ولا لا. السرعة مناسبة لنا على الجو البارد، أنا خلاف في الحر ما بنقدر نضغط الخيول، أنا بيكون حر موت ومساعدنا الجو اللي نحن أول مرحلة. يعني يمكن لولا الكسرة في هذه المرحلة ما كانت سرعتهم بتخف أبد، ولي الحين الإمارات والأسبان والفرنسيين بالخمسة والبحرين بأربعة فرسان. وكل اللي كنت أعرف لحد الآن كلام سمعته من الشيخ ناصر عن جيمس بوند وليش مو مع الخمسة الأوائل في مقدمة السباق. هد يعني بتكون من المجموعة اللي ورا ومريح، بس اللي ما عرفته هو ليش هو بطولات العالم في فردي في فرق بيروح يخلص فالحين انا حولت على بيلعب على التيم زين ايه ما بيكون حق اندفجوال طبعا الشيخ يبي يلعبها كده كفردي وفرق حصان عنده مايلج بس ما عنده خبرة سرعة تمام كودش بدقيقتين وبيبرسك بثلاث دقايق عدوا القلب والتروت والفحص كنتوا اوكي على هالسرعة يعني تمنيتوها ولا تمنيتوا اني اخاف ما توقعناها بس ما تمنيناها والطاير بلنتي وبيتأخر تقريبا سبع دقايق عن المقدمة اما الامارات اللي سحبوا البيس بصموا بالخمسة على الفحص ولا تنسون الاسبان والفرنسيين بعد ما أن أنت يعني من المجموعة اللي بتسلموا أي ثانية يعني لشوي يعني مو بويا 11 دقيقة اللي قدام فتتوقع شنو بيصير في المرحلة الأخيرة ولو شنو صار شنو بيطلب منك الشيخ ناصر تسوي أنا خصوصا أنا يعني أنا بإذن الله إذا لحقت إذا جربت على الجروب شوي شوي طبعا أكيد الشيخ ناصر ما بيخليني أطمع على نفس البيس بيحركني المرحلة الثالثة من الثالثة وبالأخيرة بعد كل اللي أقدر أقوله عن المرحلة الثانية إن المعظم كان يوصل مع بعض عند النقاط يوم صارت كل الاستبعادات أنا وايد كنت محبطة لدرجة إن ما قدرت أتكلم معك بس ما عرفت أنت شلون كنت أمس كنت وايد فرحان البحرين والإمارات كان واضح إنهم مختلفين وأقدر أقول مميزين في المسار ماشيين بسرعة والنظر فقط للأمام في حين فرنسا والأسبان التقطوا أنفاسهم وخذوا وقتهم يبردون شوي Now I don't know what we will do. Yeah. So now we have in the loop like first Bahrain team and Emirate team and then Spain yeah. and then you. Yeah. So I think Spain and France maybe we will try to stay together. قرار أسبانيا وفرنسا في أن يكونون مع بعض هي طبعا فيها خوف وعدم مقدار المجارات اللي قاعدين يسوون البحرين والإمارات. My opinion the race is the winner is around 26 average and my horse is not ready for this speed. Only Bahrain and Dubai have a chance for win. But only Bahrain or Dubai or Dubai. So you're not planning to catch anyone in the front? In the moment no. Maybe in the last loop I try for catch. نص السباق يعني لازلنا في نص التوقعات ونص المعطيات وما أعرف إذا أقدر أسميها صدمات لكن الطاير بلنتي ثاني قول لي إيش صار وببرز كليم والجو أثر على الخيط الروت تغير علي إنه أقول طاير مثلا أكثر عن صغير مكان بيس مثل اليوم والاثنين خارج السباق أول شيء أول مرحلة بلنتي قال الحين استبعاد فش اللي صار مع الطاير يعني بس نعرف إن كودش وتمام في مقدمة السباق أنا لين اليوم أقولهم كوديش كوديش الكريه صح؟ كوديش وجيمس بوند فرق 20 دقيقة يعني بعيد عن المنافسة لكن أكيد مو خارج السباق
بس سباق ما فيها اخوان. عرفت نشتغل على كل خيل مشاركه ضدنا. مرحله حسم ما في نقول بنهدي، واذا مثل ما قال الشيخ ناصر اللعبه لعبه جراه فالجراه الحين بتبان، واللي بيتاخر او بيغلط بيصير في خبر. كان 4 من الإمارات و2 من البحرين افرضوا على الموجودين سرعة هذا المسار، وبعدهم بدقيقتين خيل من الإمارات ومجموعة من فرنسا والأسبان. وتكرار هالأربع بلدان لأنهم باختصار حطوا أنفسهم تحت الأنظار. فوزنا فوزكم واحد ترى. لكن لين لكن فوز بنقول فوز لا مبينا يعني مبينا هي لكن أنا أتوقع أن منافسة شرسة بتكون مبعادية. عقب 10 كيلو من هذه المرحلة صاروا 5 من خيل الإمارات مقابل 2 من خيل البحرين، وهذا يعني أن بينجو زاد سرعته عشان ينضم للمجموعة اللي في الأمام. بس ما نقدر نقول نفس الشيء عن جيمس بوند، لأنه ما كان مثل بينجو متأخر دقيقتين، كان متأخر 20، وهذه شوي صعب تقليصها في هذه الأجواء. بس تمام وكودش الصراحة ما عليهم كلام. كودتش حصان زين، إذا في خيل من خيل من البحرين بتكون بتأدي، كودتش واحد فيهم ما راح يخليها صعب، ما راح يخليها سهلة. بينجو برزان من الإمارات انضربوا بلنتي. تفاجأت من برزان. برزان ضغط المرحلة الأولى، كان هو الليد. بس ما عندي مقدمات غير إني أقول تم استبعاد تمام. أنا كان خاطري تمام تطلع وياهم المرحلة الأخيرة. شنو بنسوي الحين؟ والله ما لنا إلا الصلاة والدعاء. بس اللي ما راح يخليها سهلة هو كودش في هالسباق. 5-1 الحين. 5-1 بس ترى في فروقات. ولا تنسين إنهم ما شاء الله عليهم هالمرة حيل متفقين ما شاء الله عليهم ومتفاهمين، الخبرة قاعد يمشي قدام برزان، وبعدين قاعد بالقلب قاعد يصيدون الخيل المسفن، بعدين الوضع قاعد يصير تبادل مراكز بينهم. فكودتش إذا فاز اليوم سووا له تمثال. شوف عبد الرحمن يضحك، ليش يضحك؟ الإحساس إن شاء الله يفوز إن شاء الله. هاي هو المفاجأة إن شاء الله. نخلينا العين على تمام شوي، نخلي كل شيء يفاجئهم إن شاء الله. أنا أقول هدى المفروض يعني المرحلة الأخيرة إذا على تكتيك المفروض البحرين ما يندفن. المفروض البحرين شنو؟ ما يندفن. ليش؟ لأن الفرس هي لوسي، فرس يعني تحب تكون يا خيل. إذا خليتيها راس يعني شوي بتعرقلينها، لما خليتيها ورا خيل لا ما بتفت. محمد الأول خيل محمد لوسي، ثاني البحرين، الثالث F3 ومارم وام 7 كثرة تغلب الشجاعة. بس البقالة الأقوى بعد. ما أعرف إذا أصلاً بنلحق نتصرف. موعد إعادة الفحص المعتاد قبل انطلاقة المرحلة الرابعة، وشوي تعكرت الأجواء. انتهى السباق للبحرين بس مو للإمارات. فضت الساحة، خفت السرعة، واللي في المقدمة انتظروا اللي بعدهم ودخول خماسي تاريخي الفرسان الإمارات. الخطة اليوم غيرك. لا كلنا خطة جماعية. خطة جماعية؟ تأكد كلامه ولا؟ أنا مستقل. لا أنت قلت أنا ما أبي أقول شيء. بس قلت لك يعني من باتم يشتغلون على يدهم. خطة جماعية كانت. هالمرة التكتيك كان مختلف. يمكن أنا ما أعرفك من فترة طويلة بس يعني صرت شوي أفهم أسلوبك. شوي. فاللي صار اليوم كنت متعمد تسويه ان انت
تاخذ السباق بهالسرعة من البداية علشان البقية يصير فيهم كذي؟ لازم، لأن طالع من هاي بطولة عالم، هاي ما فيها مجال أن الواحد يتحفر، وما فيها مجال أن الواحد يصبر على أخطاء الثانية. بادر واشتغل على فريقك بصورة زينة على إمكانيات الخيل، واللي يصير يصير. بس هل كثر كنت واثق من خيلكم؟ شوفي، نحن دولة البحرين اخوان وعليد وحده، لكن بطولة العالم كل واحد يمثل دولته، كل واحد طمعان انه ياخذ البطولة لدولته. في السباق ما فيها اخوان، عرفتي؟ نشتغل على كل خيل مشاركة ضدنا، سواء كان فريق البحريني، فريق الاسباني، فريق الفرنسي، كلهم اقوياء. اقوى فريق من بينهم كلهم اللي يقدر يجارينا فريق البحريني. نحن كنا يعني مسوين حسابنا وايد على الفرس، تمام، نعرف انها هي خطيره، وهي يعني هي الكرت الرابح عقب الاسد. قلنا نحب بنير بنبادر، الخيل اللي بنتحفظ عليها فرس سفري كيشان هاله، ونشوف العجل. هالثلاثه المفروض هن نخزن طاقتهن ونخلي الشغل كله على سعيد سالم بنقر. على اثناء مجريات السباق فريق البحريني ما حالف التوفيق في فحص البيطري. من بعد امس سباق بطولة العالم للشباب لا زالت ذاكرتي تسترجع الاحداث، لكن قاسية الاستبعادات لما نكون داخلين بقلب قوي. أمس عقب ما خلصت السباق، يعني سموك كنت عودنا إن إحنا دائماً نكون وايد صريحين، فيوم صارت كل الاستبعادات أنا وايد كنت محبطة لدرجة إن ما قدرت أتكلم معك، بس ما عرفت أنت شلون كنت أمس. أمس كنت وايد فرحان. وايد لاحظت المدرب والفارس يشوف معايير ثانية. طبعاً اللي تابع واللي يعني قلبه على ديرته واللي يعني أكيد وياي يتابع السباق ويشجع الفريق أكيد وده بالفوز، وما ألوم، وهذه أصلاً الروح اللي أنا أبيها. ولكن إذا أنا قلت لك اليوم أني وايد فرحان لأسباب عديدة، اللي هي طبعاً صحيح كنا نبي نفوز بطولة العالم، وصحيح ان احنا كنا قادرين نفوز ببطولة العالم بلا شك، حكم طبعا اولا لو تلاحظون الكل كان يتكلم عن مستوى البحرين، الكل كان يتكلم عن الخطورة اللي قدمت البحرين لخصومها، الكل كان يشوف مستوى الخيل في المراحل وخاصة المرحلة الثالثة. انا كلمت الملك كان يتابع السباق، طول عمره بشرك انا بنص المرحلة اشوف خيلي انشط الخيل موجودة في التراك، والحين راح احرك البيس لان الجماعه بداوا يقصرون البيس، فحركنا احنا البيس، زدنا السرعه، حتى شفتوا دخولهم من المرحله الثالثه ربعنا كان هم في صداره المرحله، وخيلنا بين انها متعبه والباقين لان جات على طول فحصت في القلب بالضبط بدون ما تاخر في القلب، فمعناته ما عليها تعب. دليل قلبه الحصان ماخذ منه السباق والله مجهد، فهذه ما بيفحص هذا الفحص يعني. فاللي مفرحني اليوم ان المستوى جدا ممتاز، الوقت اللي احنا بذلناه من تدريب واعداد وتجهيز خيل وتجهيز فرسان ممتاز جدا. مثل ما خبرتك قبل السباق بيوم، انا ما راح اتعذر بالسباق، انا بقول لك بالضبط اللي بنعطيه 100%، واحنا عطينا 100%، ولكن اللي حصل مو في يدنا. يعني شنو متى بيكون الشيء في يدي؟ يوم انا اغلط بالخطه، يوم الفارس ما يكون قد حاله، ويوم ان حصاني يتعب ما يقدر يجاري الاوائل، هذه اللي في يدي. اما اللي مو في يدي عرج حصاني، هذا عرج الحصان قدر الله وما شاء. يعني انا لا اقدر اقول انه هو كان بسبب سرعه ولا بسبب خيل ولا بسبب فرسان ولا بسبب ارضيه يمكن احنا ما عندنا خبره فيها، وفقط توافيك وارزاق. المنتخب البحريني مستعدين بقوه، لكن القاعده الاولى لسباقات الخيل الماراثون بالذات
انت جاي تنافس حظوظك بالفوز 50-50. مو بتوافيك، هي احنا اذا سابقنا الجبل ولا سابقنا المصطاح ولا سابقنا البر ولا سابقنا في القابة، طيب عندنا تعامل وعندنا تدريب مختلف تماما حق كل سباق وكل جو وكل سيناريو. حظوظ وتوافيق، انا مو من الناس اللي تؤمن في الاشياء هذه، انا اؤمن على يعني قدر ما احنا حطينا من مستوى ومن من من جهد راح نحصل. انا اقول لك اليوم عطينا جهد 100% قبل التدريب قبل السباق يعني بشهور، وعطينا جهد 100% في السباق من ناحيه خطه، وكنا ندرس سيناريوهات 3-4 في كل مرحله، وحتى المرحله الاخيره سوينا لها سيناريو، وكان السيناريو مالي يا المركز الاول او الثاني او المركز الاول او الثالث. الاول كان من نصيبنا، ولكن احنا ما نرجع للسابق نقول ولو لو لو. احنا ليه قبل الري اكزام واحنا نقول احنا خلاص ترى يعني فزنا لان شفت انا نشاط الخيل، انا شفت نشاط الخيل، شفت نشاط حصاني، وشفت صحه خيل الامارات ولا قصور فيهم، ولكن الباين حتى هم شافوا وعرفوا هالشيء. لو تسمعون تحليلاتهم من الاستديوهات بتعرفون هم شنو ظنهم في خيلنا. ف ليش انا ما افرح ان اليوم اصبحنا احنا بهالمستوى؟ ليش ما افرح ان اعرف ان انا يعني مو بقد اني انا افوز ببطوله العالم، انا مؤهل اني انا افوز ببطوله العالم، وفزنا ببطوله العالم وجينا المنصه في بطوله العالم. انا تعمدت ان اسال اليوم مو بامس، لان ما عندي شك ان الفتره اللي من ما خلصنا سباق امس لليوم كانت يمكن فتره تفكير بالنسبه لك، ويمكن لا. انت دائما الشخص اللي ننظر منه إجابات، دائماً أنت الشخص اللي إحنا نوجه له أسئلة. في هاي الفترة وجهت أسئلة حق نفسك؟ أي نعم، أسئلة البال أو الأسئلة اللي أنا عادة يعني أشاور نفسي إن دائماً أنا أخلي في راسي شيئين، إذا خسرت أرجع وأحلل ليش خسرت، وإذا فزت نفس الشيء أرجع وأحلل ليش فزت. أمس أنا ما خسرت، فحل الأمس ليش وصلت هالمستوى هذا؟ شو اللي خلاني أوصل هالمستوى؟ إن حتى شعور الخسارة أنا شعوري فايز، لأن المستوى اللي أنا شفته في الأرض كان هو مستوى جدا مشرف، والسؤال هو إن كيف إني أنا أواصل هذا الزخم، وش راح أسوي من خطط عشان أوصل هالمستوى السنة القادمة لبطولة العالم هني بدون ما أتسرع في الانجراف في الموسم اللي ينتظرنا المحلي او الموسم اللي حوالينا من مشاركات والتزامات، بحيث اني انا ما اخسر مجموعه طيبه من الخيل وانا قاعد احاول الاحق سباقاتي مين ويسار. فاحتمال تشوفون حتى يمكن الظهور اللي شفتوه يوم انا وعدتكم قلت لكم فيكتوريوس لو يفوز الموسم المحلي كامل بيفوزه، واثبت لكم هالشيء. هالمرة يمكن ما إذا 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 فيكتوريوس فاز الموسم كامل طبعاً لا غريب، لكن إذا ما فاز الموسم كامل لازم تعرفون هذه من ضمن الخطة. أوكي. لأن بنذخر الأبطال حق يوم البطولة. للحديث بقية، ففي هذه الأثناء كان كاسمو الشيخ محمد بن راشد وما عندنا فيه غير هيا مع برودنس. طلعت مرحلة أولى. تون فرس عودة في السن، يعني الفرس كفت ووفت يعني ما قصرت، يعني سوت سباقات وايد. يعني هي عندها مشاكل وايد. وبعدها استبعاد. ترى الليم علينا وعلى غيرنا، تابع اليوم تابع أمس خل وايد ليم. اليوم قالوا لي يمكن 47 تقريبا، ما خالفنا الحظ يعني. الليم بعد على الكل يعني، مثل ما شفتيها يعني أول ما جت ويا الجروب كانت دشت ثالث فرس، القلب كل شيء أوكي، بس الليم يعني ما بتعد درجة الأرضية، بس تحصل في الرياضة هذه. يعني إذا شفت السباق اليوم اللي قاعد يصير الحين سرعات قليلة مو نفس أمس، فيعني قاعد أشوف إن الإمارات أمس سرعتهم كلها هي بس يعني لأن إحنا موجودين. إيه نعم مضبوط، حتى يوم المرحلة الأخيرة طلعنا قصروا ودخلوا مرتاحين، لو إحنا موجودين ما كانوا دخلوا المدخل هذا. ولكن أبارك لسمو الشيخ محمد، لأن ال 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 أبارك له مو بفوز بطولة العالم، هو بنفسه فاز وهم فازوا وعياله فازوا وربعه فازوا وكل من فاز بطولة العالم من دولة الإمارات، بس هذا الدخول الجماعي كان دخول تاريخي ويحمسني ويحفزني إن أنا راح أسوي هالمدخل هذا إن شاء الله. أول شيء الشيخ ناصر موجود ولا سافر؟ لا موجود. الشيخ ناصر؟ لا موجود، شفته بالمسار. أنت قبلنا. خلاص. نبي نسمع عن شمس باشر.
يلا يا رب. بكرة 7 سنوات هي بطولة العالم طبعا للخيل الصغيرة، داخل أنا بحصان واحد. إذا الأمور ماشية من أحسن ما يكون فبتشوفون نفس المستوى إن شاء الله. الله يوفق. نبي نسمع الشيخ فيصل شو يقول، ما قد سمعنا ولا شيء. لا أبو عيسى إجراءه طبعا وكلامه ورايه هو السديد، احنا دائما نشاور. حياك أبو عيسى يمين. قرب 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 قرب. أبو عيسى ما يحتاج، يعني قوي درب ولزيم. أنا دائما أشوف سمو الشيخ فيصل يعني في القدرة موجود. ولا مرة حصلت لي فرصة إن يعني نسمع رأيه. أبد ما عندي شيء أقوله دام الشيخ ناصر اللي قال. قلت له أمس شيء عن السباق. إحنا دائما معه في التدريب ودائما في الخطة معه. أبد يعني. ترى أنت شاور وايد. أنت شاور وايد وايد. لأن لنا يعني صولات وجولات سوا. دائماً. يعني كلنا نفهم وكلنا نعرف الشعور هذا. تشاورتوا في شمس اللي باكر. بعيسى ما يحتاج، يبي عطاني إن شاء الله. رحنا شفنا الحصان وأنا أعرف ما شاء الله نظرته متفائل بخير، فزاد الحين بعد تفاؤل عندي. تعلم من الشيخ ناصر، دائما نتشاور ونحط الخطة مع الشيخ ناصر، لكن نتعلم إن شاء الله. الله يوفقنا باشر. يلا يا رب نختمها على الأقل، نختم هالمهرجان إن شاء الله. يلا يا رب. يلا يا رب. اطلع ونفس الشيء اللي عندنا بعد عند حصان واحد يقول لك بابا حط البريشر من البدايه يا تصيب يا تخيب. اخر سباق في هذا المهرجان، ويا تصيب يا تخيب تناسب وضع السباق. من المرحله الاولى تقسمت المجموعات. ما في ترشيح هذا. اوكي قبل ما تسألين أي سؤال. خلاص عطاني إياها من الآخر يعني. لا بس بعد في أسئلة اليوم مفاجأة بتصير يعني. نبي سلمان يسألك سؤال. يلا سلمان يقول بتصير مفاجأة. مفاجأة؟ إيه إن شاء الله الأول مفاجأة يكون. بتصير مفاجأة؟ ما أدري والله. خليك بطل وقول المفاجأة. ما عندي مفاجأة. أقول لك شغلة ولك هدية من أهل الخيل ترى راعت هدايا. السرعة 26 والنقطة الأولى ما فيها غير شمس من البحرين، كاليا الام 7 وليبانتو من اسبانيا، بس الشعار اس اس من الامارات. الارضيه والتراك يسمح، اللي عنده طاقه يقدر يلحق. اختلف وياه في الراي على سرعه الارضيه، على السرعه كلام يعني ان الارضيه يقول فلات تقدر يروحون، كل الناس تقول خلي. 5 دقائق بينهم وبين اللي بعدهم، وهذه واحنا بس عند اول 8 كيلومتر. والله المرحله الاولى صعب تحكم بعد، بس عند النقطة الثانية ال5 دقائق صارت 10، واللي كانوا في المجموعة اللي ورا بينهم عمان، فرس اسمها كاليبسا، وكويت. وقعنا خامس الحين. المرحلة الأولى قالت لنا أكثر من المعتاد حتى الحين، وهذه خطط السبوسي دائما هو يبى يخلص عمره من المرحلة الأولى للثانية عشان يكون عاد على الثالثة ومرتاح. بس الخيلين اللي معاه ما عرف أقول إذا مرتاحين أو لا. الإسباني ليبانتو خذ بلنتي. السبوسي دائما يضغط، نبي اللي ضغطه. احنا ندعي للسبوسي، احنا ما نقدر عليه. احنا نصفق له اذا فاز. انا بادي اول واحد اليوم يقدر على السبوسي. مو عندنا. ما حد يضغطه الا الاسباني. والله ما اظن دام بشعار اس اس. وتوي بقول شمس اللي بضغطه، لكن بعد بلنتي في اول مراحل السباق. وما اعرف الصراحه، بس الوضع صاير لا يطاق. ومن كثر البلنتيات شكيت في مصداقية الساعات. الفرق صار بين هالثلاث 3 دقائق تقريباً، ودامنا مرحلة أولى فللحين الوضع أمان. صح لحين الثلاث الأوائل بيكونون البحرين وأسبانيا والإمارات، بس ما أقدر أقول إن السباق انتهى بالنسبة للمجموعة الخلفية في السباق. قول الإمارات وعقبة أنت قلت إسبانيا، وإذا قلت الثالث بتحط البحرين ولا عمان ولا الكويت؟ لا أنا أتوقع البحرين وعمان، الكويت صعبة على الخبرة يعني. أول مرة الكويت
تدش منافسات من التوب 10، فحالات الواحد يعني يمد رجوله على قد الحافه على قولتهم. فريق الكويتي يعني لو عندهم دعم قوي ينافسوا يعني مع الخليج، بس ماش عندهم دعم. انت نطري علينا بس خلينا نبرد دمنا اول مرحلتين ثلاث مراحل بس ننطر الثالثه نشوف وضع خيلنا، والثالثه ان شاء الله اذا اللي بخيلنا بنطلع. يعني امارات اسبانيا بين عمان وبحرين. لا بحرين عمان، عمان بحرين. لا عمان بحرين. عمان بحرين. ما خليك اليوم. الشيخ ناصر موجود ولا سافر؟ لا لا موجود. الشيخ ناصر لا لا موجود، شفته بالمسافر. كنا ننتظر هل شمس وليبانتو بيلحقون على كاليا فرسم 7، خصوصا وانه السبوسي سوى سرعه تاريخيه. بس عند نص المسافه رجعنا شفنا الثلاثه مع بعض. شو قاعد تسوي يا محمد؟ ليش هاللون؟ نفس خطه شانتيه؟ ما تنسى الحين. ليش انا اخلي الناس هي تمسك السباق وتمشيني على بيسها؟ ليش ما انا ليش ما انا امسك السباق واخلي الناس كلها تمشي وراي؟ على الرغم من ان هذه سياسه مو الكل يتبعها، الا انه سؤال يستحق ان نفكر في اجابته. بين خيلكم بين خيل اساس. في الفحص كان في تأني عشان يتجنبون البلنتي. كاليا في دقيقتين، ليبانتو في 4، وشمس 6 دقائق. الفرق بين الأول والرابع 17 دقيقة. ما أعرف هل ينتظرون أخطاء ولا راح تشتغل الخيول في آخر مراحل السباق. أنتوا على الفريق الكويتي على البقية، لو كان عندهم أمل إن عقب المرحلة الثالثة إن هما ممكن يلحقون عليهم، أحس يعني الأمل صار ضئيل الحين. والله عسى يكون، عسى إن شاء الله خير. لا ضئيل ولا مو بضئيل؟ والله الحين أنت من اللي شفته. إحنا عندنا أمل إن شاء الله، في أمل إن شاء الله في المرحلة الأخيرة. متى؟ لا ما أدري، صعب تغليس الفارغ، صعب حيل. 17 دقيقة وايد، يبي لها حصان يعني. بالضبط، فيها مغامرة كبيرة طبعا. لكن هم راح يعتمدوا اعتماد كلي على البد طبعا. نشوف المرحلة الأخيرة إن شاء الله. يعني أنتوا ناويين؟ المرحلة الثالثة هي اللي تفرق عادي. ركزت شوي مع عمان وكويت لأنه يعني إحساس بدون سابق أنذار أن وضعهم ممكن يكون زين في السباق، خصوصاً وأنه ما في غير ثلاثة في الأمام. أنا قاعدة أتابع عبد العزيز. فرس عزيز ما شاء الله قلبها خذ دقيقة وشيء منظمة 52 يعني من الباب للباب. الثاني قال لي لا والله مو بوايد. حصاني أنا هم زين بس يعني ما تدري. لا لا ان شاء الله زين، بس بيوخر المباراه عنا شوي. الثلاث الاوائل وشمس بينهم زادوا السرعه. لا خيركم زين. شمس اتوقع حتى الان طمن الكل انه بسهوله بيقدر يكمل السباق. الصراحه الثلاثه اقوياء وما اعرف اذا يكملون يعني خلاص السباق نقول حق هالثلاثه. والله ما اتوقع في واحد منهم ممكن. من؟ ابى اشوف هذه النظرة حق انا عندي في بالي من ممكن يطيح. لا في واحد في بالي انا من ممكن يطيح، بس ابي اسمع انت في بالك من ممكن يطيح. ما اقدر لا اقول. بس شوفوا لا اقول. الا تقول. ما راح اقول. التوقع صعب جدا في هذه الاثناء. لكن الحين حركت غريزة الفضول اللي فيني، فانا ما بقدر امشي من هنا الا انت تقول لي. بعد الفحص بعد الفحص الجاي راح يبين كل شيء. خلاص راح يبين يعني السباق هو يعني شبه واضح اذا استمر في المغامره صح؟ اي نبي نعرف. فهمنا بس خلاص. اوكي بنوصل حق السبوسي. ها لا 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 السبوسي فرس اجتازت، لكن اللي صار في المرحله الاولى تكرر، وشمس وليبانتو بلنتي بأخرهم عن انطلاقة المرحلة. 7 دقائق بين شمس وبين الأول.
على حسب ما نشوفنا يعني حصان يعني كم مرتين انضرب بلانتي ففي المرحله كان يعني يخلص الفارق. We don't know what's happened, you know, on the last loop, what can be, how he will be. I have to do my job to push him to the finish line. يقدر يوصل عليهم في المرحله. I don't know. I think if he is in a good day, he can catch him because he has a counter who is very easy, you know. مرحلة رهان، يا تواصل وتطلع أول، يا تكون متأخر وبعيد عن الأنظار. طول الوقت ننتظر، نبي نعرف إيش صار. وهي نقطة واحدة بنقدر نشوف فيها المستجدات، وتبعد عن خط النهاية 6 كيلومترات. يعني منها نقدر نعرف شلون بتكون نهاية السباق. كاليا وبعدها بدقيقتين لبانتو مروا، والباقي للحين. وأعتقد واضح شو اللي صار. فريقي كان في المسار وشاف لونة مع شمس بعد الاثنين الأوائل، وأنا في القرية عند الفينش لاين. كاليا هي الأولى وليبانتو الثاني في هذا السباق. فرس اختارها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، ركضناها في وستن بارك ونستار وحلناها كأس العالم، كنا بنجربها وهي مغامرة. The first horse already reached here, we catch him in the 2 kilometers or 3 kilometers before come inside. Then it was already the job done from M7 and was he was waiting a little bit for us and we came together. شمس لازال صامد، وأنا الصراحة وايد انعجبت فيها السباق. بس الثالث والرابع كان الفرنسا، والخامس لعمان. صح ما كانوا جريئين كفاية عشان نشوفهم في الأمام في مراحل السباق، بس هذه نتائج اللعب على الأخطاء. وكان ما حد ورا، وين طلعت وشذي فجأة؟ شلون ضغطتوا؟ ترى قلت لك ان هذا السباق قدرة، ممكن تتحول للمرحلة الأخيرة يمكن العكس، فالحمد لله. وشمس وصل في المركز السادس. We were part of the game so since the beginning and maybe it was a little bit fast for him on the first loop. واللي مر فيه في هالسباق ما كان شوي. Each time to get the first exactly. And to do an effort and so to you know for the... yeah to catch and you know for 7 years old to every time catch and to take four minutes each loops you know it's really huge you know it's very hard for a horse like that. ما كان مجرد مهرجان، ولا كان مجرد سباقات، ولا كانت بطولة عالم مجردة من أي شيء ممكن أن يقال. المستوى، الأداء، والنتائج، واللي بين سطورها من كلام. ها طبيعي، ها اللي متوقعناه. أنت كنت متوقع هاللون؟ ليش؟ هي موضع التقييم اليوم بعد المستوى العالي اللي شفناه. ولا تقولون لي زعل المشجعين ولا أحباطي بعد ما خسرنا السباق، لأن معانا رجل هالمواقف تزيده قدرة وأصرار، واللي شفته في عيونه يخليني أراهن إن الجاي بيكون شيء ما عمرنا شفناه في أي سباق. المهمة الأكبر هي نفس هذا المكان السنة القادمة، يلا يا رب أنا نقعد نفس القاعدة ونفس المكان السنة الجاية ونعرف إن شاء الله شنو هو يعني اللي ينتظرنا. لا تعب روحك ترى نص كلام ما فيك جاب بينقاص. أنا أقول لك عشان هي تبي ملخص عشان لنقاص لنقاصك إيه أنا بس بوصل لك معلومة يعني وهذه إحنا المقطع اللي إحنا قلناه عقب ما يطلع الاسم الكتابة إنتاج ما شنو بتشوفه خلف الكواليس إيه خلف الكواليس هذه